اسمي أماني مصطفى، مصرية ومن عيلة مسلمة. جدتي ربتني على تعاليم الإسلام، كل شيء في حياتي كان مرتبط بوجود الله حسب الفكر الإسلامي طبعا. يمكن حرص جدتي كان عليا كبير علشان ماما وبابا كانوا متطلقين، اتطلقوا وانا عمري شهور وهي اللي ربتني. طبعا الناس في مصر ما بترحمش الست المطلقة والبيت اللي ما فيهوش راجل، وكانت بتعلمني الدين كمان علشان ما حدش يتكلم علينا. الحقيقة ان انا اقدر اقول ان احنا كنا ناس متدينين. اسرتي مرت بظروف وتغييرات كتيرة في فترة ما بين عمل ماما وبابا وجوازاتهم وسفرهم المستمر، بالتالي ده انعكس على حياتي بشكل كبير. في سن صغيرة اتنقلت من بيوت قرايبي لمدرسة داخلية، مرة تانية ارجع لبيت جدتي. في خلال التنقلات دي انا عشت وتعلمت حاجات كتيرة، حاجات عن الدين، عن الحياة عموما. لكن بما اني كنت طفلة هادية ما بتكلمش كتير، كنت بلاحظ حاجات كتير حواليا، بس كان جوايا دايما أسئلة عن الله، كنت بخاف منه قوي. ولما كنت بسمع الآيات والأحاديث كنت بحس إنه الإسلام بيظلم الستات، بيظلم البنات. ولما كنت أسأل المدرسين كانوا يقولوا لي يعني انت متسأليش كتير، هو كده وبس. في سن 12 تقريبا مرت ماما بظروف صعبة وبدأ بحثها عن الله وتغيرت نظرتها للحياة كتير، ورجعت تعيش معانا أنا وجدتي، وكانت حزينة قوي ومكسورة القلب. لكن في نفس الوقت كنت بحس بشخصيتها القوية، كانت بتحاول بجدية إنها تغير حياتها. في يوم فاجئتنا وقالت إنها بقت مسيحية. طبعا أنا كنت صغيرة ومش مستوعبة كل حاجة، إيه كل اللي حصل لما قالت كده. لكن لما شفت جدتي بتندب حظها على الفضيحة والعار اللي ماما جابته لنا، فهمت. زعلت من أمي، بس في نفس الوقت أنا كنت شايفة أنها تغيرت، وتغيرت كتير، وكانت بتتحمل الإهانة، وده عمره ما حصل قبل كده في حياتها قبل الإيمان. كل كلامها كان عن المسيح ومحبته ليها. احنا كنا عايشين في المهندسين في حي هادي والناس دايما في حالها، لكن اللي عملته ماما اتعرف للكل وبقت فضيحة كبيرة جدا. فمرة رجعت من المدرسة لقيت فيه 2 شيوخ من الجامع الكبير اللي في المنطقة قاعدين مع ماما وجدتي، وماما وجدتي كانوا خايفين جدا. الشيوخ دول كانوا عمالين يهددوهم ويقولوا لهم ان ماما لازم ترجع للإسلام. أنا الحقيقة خفت على ماما قوي، ولكن سمعتها بتقول لهم لأ أنا هفضل مسيحي. بعد ما خرجوا الشيوخ أنا قررت أن أنا أقرأ الإنجيل كله عشان لازم أطلع كل الأخطاء اللي فيه وأرجع ماما لعقلها. صحيح هي اتغيرت كتير وبقت أحسن ونفسيتها ارتاحت، بس الحقيقة أنه مش ناقصها إلا أنها ترجع للإسلام. أخدت إنجيل من بتوع ماما وقررت أن أنا أقرأ في السر. لما بديت القراية حسيت أن الكلام سهل ومفهوم، والمفروض أنه لو ده كلام ربنا فعلا يعني يبقى كلام صعب كده زي القرآن. وبعدين فتحت إنجيل يوحنا من أول صفحة وابتديت أقرأ. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ودي كانت بداية لقائي الشخصي مع المسيح، لما شفته في رؤية وفهمت إن هو كلمة الله اللي بيتكلم عنه يوحنا. أنا فهمت في الوقت ده إن أنا قدام معجزة كبيرة، وشفت في وجهه محبة أثارتني في لحظة. خلصت قراية إنجيل يوحنا وفهمني المسيح حاجات عمري ما تخيلتها، وشرح لي قصص منها قصة المرأة الخاطئة. في كل القصص دي أنا كنت بشوف نفسي، دايما كنت بحس بالعار من ظروفنا ومن اللي عملته ماما ومن طلاقهم ولمجرد أني بنت. بعد ما خلصت رحت لأمي وقلت لها أن أنا أمنت بالمسيح وفهمت هي ليه اتغيرت كده، لأن أنا كمان حسيت أن أنا بقيت إنسانة جديدة.
أنا وماما بدينا نقرأ الإنجيل مع بعض ونروح كنايس علشان نتعلم ونعرف عن المسيح أكتر. قليلين جدا الناس اللي فتحوا لنا قلوبهم وبيوتهم، لكن كتير من المسيحيين ما صدقوش أننا فعلا أمننا بالمسيح. في أسس مباركين استقبلونا وغيرهم طردونا من على الباب. بعد فترة بسيطة ماما سابت مصر بعد ما جالنا استدعاء من الأمن وعرفنا أنهم هيقبضوا عليها علشان بتبشر بالمسيح. بعدها استدعاني أبويا لبيته وكل عيلته كانوا موجودين، وقال لي أنا عارف أنك بتروحي كنايس وعايز أعرف منك أنتي الحقيقة، هتختاري إيه، المسيحية ولا الإسلام؟ فقلت له أنا هختار المسيح. بابا بصلي بكل هدوء وقال لي أنا هعمل منك عبرة في شوارع مصر وحربطك في عربيتي واسحلك قدام الناس كلها. وفجأة انفعل، بس مراته والموجودين حشوا عني وخرجوني من البيت. ما شفتش أبويا لمدة سنتين بعد كده، لكن لما شفته ما رجعش فتح الموضوع ده معايا مرة تانية أبدا. بس بقى ابتدى يكلمني عن الجواز، وطبعا دي كانت مشكلة كبيرة. أنا كان نفسي في الحقيقة أن أنا أتجوز مسيحي، بس إزاي أقدر أعمل كده؟ أنا من عيلة معروفة، الناس ممكن تعرف وندخل في مشاكل كبيرة. علشان كده للأسف أنا اخترت الطريق السهل واخترت أن أنا أتجوز راجل مسلم عشان أحمي نفسي وأرضي أبويا. أنا قلت في نفسي معلش أصل الناس مش فاهمة وضعي، أنا وضعي مختلف. واتجوزت طبيب ضابط شرطة. اتفقت مع جوزي ان انا هخبي ايماني بالمسيح عن الناس، وافتكرت انه مع الوقت ممكن هو كمان يتغير ويآمن بالمسيح، لكن كل ده ما حصلش. بعد سنتين من الجواز ربنا اداني ولد وبنت، بس حياتي كانت صعبة ومؤلمة جدا مع جوزي لانه كان بيعاملني بطريقة وحشة جدا. بسبب كل الضغوط النفسية دي انا فقدت ايماني بربنا في وقت، قلت يمكن مفيش إله أصلا ولو كان ربنا موجود ما كانش سابني في الظروف دي، ونسيت إنه في الوقت ده كل ده كان بسبب اختياراتي أنا الغلط. عشت مع جوزي زي أي زوجة مسلمة محجبة شكلها ملتزمة ومحدش يعرف الحقيقة. قرر جوزي إن أنا لازم أربي الولاد على الإسلام، وأنا رضيت علشان ما يحرمنيش منهم. ومرت سنين من الصراع جوايا، وفي يوم جوزي جه وقال لي ان انا لازم اعلم البنت الصغيرة الصلاة. قلت له بس ازاي يعني، دي مش هتفهم حاجة، دي ما كملتش 5 سنين. قال لي مش مهم، تتعلم بدري احسن لها، اقعدي. قعد قدامي هو وابني الكبير وانا وبنتي قاعدين على السجادة وبعلمها تقرأ القرآن. كان قلبي بيتقطع وانا بعلمها وعارفة ان دي خدعة كبيرة. وفجأة بنتي بصت لي وهي مرعوبة وقالت لي وكأنها شايفة شيء مرعب قدامها، لا يا ماما احنا هنروح النار، وانهارت في البكاء. في اللحظة دي انا حسيت انه عقلي رجع لي وعرفت ان المخلص الوحيد لبنتي وابني مش هيكون الا يسوع المسيح نفسه، وافتكرت رحمته ومحبته. وفي الليلة دي قعدت قدامه أصرخ له طول الليل وأطلب منه أنه يسامحني وينقذنا. بعد كده لاحظت أنه مرت علينا فترة من الهدوء، كنت حاسة أنه كأني تحت حماية ربنا. سنة 94 رجعت ماما وجوزها لمصر، جم يزورونا وقالت لي لما جات أنه الرب وعدها أنه هيخرجنا من مصر. طبعا أنا ما صدقتش، إزاي ده ممكن يحصل؟ قلت لها ماما أنا مش عايزة الأولاد يتحرموا من أبوهم، لكن ماما قالت لي إنه الوعد ده كان لكل العيلة. وفعلا اتكلموا معاه عن فكرة السفر، وكانت صدمتي كبيرة جدا لأنه قال مفيش مانع، خدوا أماني والأولاد الأول وأنا هحصلكم بعد 3 شهور لما خلص وآخد أجازة بدون مرتب ونجرب الحياة هناك. وفعلا بدأنا في التحضير للسفر. في الوقت ده أنا كنت مريضة جداً وأخدتني أمي مع الأولاد علشان تاخد بالها مني،
لحد يوم ما طلعنا المطار. أنا الحقيقة ما كنتش مصدقة إيه اللي بيحصل، لكن مش أنا بس، جوزي نفسه وهو سايق مطلعنا للمطار وبيوصلنا طول الطريق وهو بيزعقلي: أنت مش هتروحي، مش هتسافري، مش هوديكو. ويسأل نفسه كده: هو أنا إيه اللي مخليني أسيبك تسافري؟ أول ما الطيارة طلعت قلعت الحجاب، وكان ابني قاعد جنبي وبصلي وهو مرعوب وقال لي: ماما أنت هتروحي النار كده؟ قلت له: لا حبيبي ما تخافش، إحنا خرجنا من جهنم خلاص. بنتي طلعت فرشة من الشنطة وسرحت لي شعري. لما وصلنا أمريكا بدأت رحلتي في فهم الحياة الحقيقية مع المسيح ودراسة الكتاب المقدس. وبعد شهور رفض جوزي إنه يجي، طلب مننا إن إحنا نرجع وأنا رفضت، قلت له: لأ أنا هرفع قضية الطلاق. ساعتها هددني إنه هياخد الأولاد وإني هدفع الثمن، واختفى عننا لمدة شهور. ولاحظنا إنه في ناس بتراقبنا، وعرفت إنه حياتي بقت في خطر لأنهم عايزين يقتلوني ويخطفوا الأولاد. فاضطريت أن أنا أهرب وأختفي لمدة 10 سنين لحد ما الأولاد كبروا. أشكر الله أنه أولادي في الفترة دي قبلوا المسيح في حياتهم، وهم حاليا خدام مكرسين للرب. فترة الهروب كانت بداية حقيقية لحياتي، الله من خلالها علمني الغفران بدل الغضب. كان لازم أغفر لجوزي وأصلي من أجله. الغفران ده كان بداية شفاء لقلبي أنا، ومن وقتها حبيت أن أنا أكرس حياتي للمسيح بالكامل. حاليا أنا بخدم الرب في قناة الحياة المسيحية، اللي تعتبر أول قناة توجه رسالة مباشرة لأهلنا من المسلمين، والأول مرة يكتشف المسلمين أن من حقهم النقد والبحث والاختيار والتفكير. قناة الحياة أيضا هي أول قناة بتدي صوت للعابرين من غير خوف ولا أقنعة، وأول قناة تدي صوت للمرأة المسلمة. وشرفني الرب أني أكون معدة ومقدمة برنامج المرأة المسلمة على قناة الحياة. أنا بحب أشجع كل مشاهد ومشاهدة النهاردة، ما تخافش وما تخافيش أنكم تفتحوا الإنجيل وتقروا عن هذا السيد المسيح اللي غير حياتي وممكن يغير حياتك